ورجعنا لكم تاني، انا لميس الحديدي وفي استضافه نجوم اسنان بالعربي في برنامج هنا العاصمة. النهارده يا جماعه انا ضيف عند لميس عشان عايز اتكلم في موضوع شخصي ولكنه بيلمس كل زوج مصري. استاذه لميس، استاذه لميس قعد 4 ساعات على الهوا، وتعالي شوف عندي الشقه عامله ازاي. بيت يضرب يقلب، المواعين في الحوض، الشرابات مخرومه ما بترفيهاش، القمصان ريحتها لا تطاق، ما بقتش طايقه ادخل البيت. رحت المشفره مفيش فايده، رحت المفتوحه مفيش. اسيب الاعلام ولا اعمل ايه؟ انا عايز اعرف، حد يجاوبني النهارده. شيء لا يطاق، لا يطاق، حرام عليكم بقى. بص يا عمرو، انا عايز اقول حاجه، انا ما بخافش وما بتهددش. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، معلش ثانيه بس كده تشوف معانا. يعني انت كفايه مثلا ان انت ما بتخرجنيش اتفسح في اي حته. احنا يعني لو تفتكر مثلا اخر مره مثلا رحنا عملنا شوبينج في السوبر ماركت كان امتى؟ ما انا بروح معاكي السوبر ماركت ابص الاقي الريسيت قد كده. اروح معاكي تاني ليه؟ طبيعي. وبعدين مثلا يعني اخر مره برضو شربتني عصير في فرغالي كان امتى؟ يعني قريب قريب، لما ركننا بالعربيه في الدقي وشربتك عصير وطلبتي فخفخينه جبت لك فخفخينه. انا مش حرمت من حاجه لميس، لكن حقوق زوجك لغايه هنا وستوب. وبعدين انا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان مصر دي؟ مصر؟ لا لا مصر. لا لا، عارفه يعني ايه مصر؟ معلش للتوضيح بس، هي مصر. لا مصر. لا مصر معروفه، انا بقولها مصر. عموما احنا بنشكركم ونكمل حوارنا مع نجوم اسنان بالعربي. فينا كومباوند نتكلم فيها يا لميس لما نروح. طب ده انا يعني تعالوا تعالوا.